بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. دين دين يسر مو عسر، ما في مشقة ولا في زحمة. الأحكام كلها إذا تتأمل بها هي يسيرة مو فيها مشقة. ليش؟ لأن الله رحيم يريد يرحم العباد. الله مو خلقنا حتى يعذبنا ويخلينا في مشاكل وفي أزمات، لا، الله خلقنا حتى يرحمنا. واضح ولا تقول آية؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني شنو؟ يعني خلقهم حتى يرحمهم، عدل ولا؟ فبالتالي لما الله بيرحمنا ما يخلي علينا تكاليف فوق قدرتنا. واضح؟ لأن التكليف بشيء فوق قدرة البشر هذا خلاف الحكمة. والله حكيم، صحيح ومو صحيح. فهني الآية شو تقول؟ هذه من مصادق رحمة الله عز وجل. وكذلك النبي تعبر عنا الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني النبي جاي للرحمة للعالمين، مو بس عالم الإنسان، لا، كل العوالم. يعني الملائكة عالم، الحيوانات عالم، النبات عالم، صحيح مو صحيح؟ مرة واحدة اجا قط، سمونه تون قطوة، سمنور يطلق عليه هر كذلك. في الرواية جاء هر هر الحين الصوت صعب اي على كل. فجاء هر الى النبي صلى الله عليه واله ونام على ردن النبي. هذا شوف هذا يسمونه ردن، ونام على ردن النبي. المهم النبي صلى الله عليه وآله، لعل النبي هم كان نايم يعني، وهذا هم جاء ونام على ردن النبي. استيقظ النبي صلى الله عليه وآله فرأى الهر نائما على ردنه. أحس سوي النبي ما يريد يوقظ الهر. النبي شنو؟ ما يريد يوقظ الهر، لأن إيقاظ الهر إزعاج وأذى، وعندنا مسألة شرعية بين قوسين، ما يجوز إيقاظ النائم مطلقا، ما يجوز حتى لصلاة الصبح أو لصلاة المغرب. نعم إذا هو يأذن لك قال لك أنت وقضني لصلاة الصبح أو للصلاة، إذا أذن لك يجوز لك الإقامة. واضح لواضح؟
في مسألة ثانية أحب تقول لي شيخنا دول الأولاد ما يقول لنا تعال وقضنا، وإذا احنا ما وقضناهم دول يتسيبون يتساهلون بالأحكام، يصير عندهم استخفاف. واضح يا واضح؟ هني لا، يجب إيقاظهم. واضح يا واضح؟ لكي لأن تتخاف عليهم من الانحراف والمعصية. فالتساهل في تربية الابن إلى درجة إنه يستخف بالواجبات، لا، هني يجب إيقاظه. من باب شنو؟ من باب المقدمة، مقدمة الأمر المعروف. المقدمات الإيجابية واجبة، إذا اقتضى الواجب على مقدمة ما صار مقدمة للواجب، يجب هذه مقدمة الواجب واجبة. أحيان مثلا أنت حين لازم الليت هذا، الأهل يحتاجون ليت في البيت، من باب المعاشرة بالمعروف أنت لازم تهيئ لهم هاي الوسائل الكهربائية، صحيح أو مو صحيح؟ زين، هاي الوسائل الكهربائية حتى تجيبها أنت لازم تشتري درج. أحيان شراء الدرج واجب يا مو واجب؟ لأنه صار مقدمة للواجب صار واجب. واضح يا مو واضح؟ زين، فإيقاظ النائم ما يجوز إزعاج. أحل لو نفترض يا مسؤول كبير في الدولة أريد يلتقب يا هوي 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 يعني هوي هوي يا من دون موعد ولا تنسي، مرة واحدة طرقت الباب من فلان ملك فلان أمين فلان وزير وانت نايم، وزوجتك بتقول أوه أكو الملك جاي على الباب، ها حتما عنده شغلة يبي يعطيك هدية، أدلة وعدة، تحصل لك أرض محترمة، فلوس محترمة، ما تدري منصب محترم. واضح؟ يعني الملك عادة ما على واقع حد إلا الخيرات وياه، أدلة وعدة، وإحنا لازم نشجع بعد الملك هذا اللي لا. فأنت نور عيني خلف شبدي نايم ويا الساعة 2 الظهر، وحال الحاجية شو تسوي؟ توقف كل ما توقف؟ لا، ما يجوز إيقاظ النائم، ما يجوز. إيه عاد أحد آخر الكلام إنه أنت ما يجوز إيقاظ النائم لأنه يزعج للنائم على المعد. زيد هو يبي يخلي أخذ موعد يتصل ينسق على المعد. المهم قصدي إنه أنت ما يجوز إيقاظ النائم إلا إذا هو أذى. نعم، إذا تعلم من لسان حاله إن كل ملك جاي وحتم الخيرات وراه، وتعلم برضاه من لسان حاله. الحين أنا قاعد في مجلس الشيخ الفردان ومحطوط الأكل قدامي، إذا باكل بيعترض عليه تو جاي بالأكل حتى أكل عدل المعدل، فأنا أدري من لسان حاله إنه يرضى إذا أكل عدل المعدل. فإذا تعرف من لسان الحال إنه يرضى بذلك يجوز إيقاظه. واضح؟ هذه قضية حساسة. أنا عارف ناس إذا توقظ زوجته ينفعل وينزعج وحقوق قطيني ويصير هوشة. أكو ناس حساسين يقول شيء نايم خليه نايم. المهم الحين دلقط نايم على رجل النبي، والنبي قاعد شافه نايم، شوف الرحمة، النبي ما يريد يزعج حتى قط. واضح؟ بكده نايم مرتاح واخذ راحته، وهو ما يهمني اللي انا يعرفني، انا ملجأ انا. واضح؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، الكهف الحصين وغياث المضطرب مستكين وملجأ الهاربين وعصمة معتصمين. هذا بعد يعتبر هارب دلقط. واضح ولا؟ المهم نور عيني انت خلف جبدي، الحين النبي شو يسوي حتى لا يزعجه؟ ترى سوى النبي؟ امر بمقص. الله اكبر. امر بشنو؟ بمقص. هاي ترى خربان الشيخنا سماعك صوت عدله. المهم امر بمقص وجيء له بالمقص وقص الردم حتى لا ينزعج القط. يعني خرب بجاب النبي وضعنا قص الردم وخلى القط نايم. هذا رحمة وين للعالمين؟ ومنهم القط هذا؟
هذا درس لنا. الله يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا من في الأرض بعد حتى الحيوان صحيح ولا؟ مرة واحدة مر النبي اعتقد النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مر في مكان شاف ديك يعني في بيت يعني مار بيت كأنه شاف الديك فقال لصاحب البيت هل اتخذت له انثى هذا ديك واضح لو لا ما يصير تخلي عزوبي يبلي على النخل ها دجاجة حتى تنسى واضح لو لا هل اتخذت له انثى فالنبي رحمة للعالمين هني الآية من أحد مصاديقها تقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هني يقصد منه الإصر يقول الراغب في المفردات هو حبس الشيء وقهره يعني تقريبا قيد أو ثقل كل شيء يمنع من حركة الإنسان وانطلاق الإنسان يسمونه إصر ولا تحمل على إصرا كما حملت على الذين من قبلك هذا الإصر قيود وأثقال تقيد الإنسان غير كذلك القل هو عهود معينة تخلي الإنسان شنو متقيد به التوراة بني إسرائيل ذولا يا جماعة كان عليهم قيود وأثقال زين من التوراة مقيدينهم الله بأعمال معينة وتكاليف معينة شاقة شوية لما جاء النبي رفع عنهم هذه الأثقال والقيود رحمة بهم مثلا إذا واحد منهم تنجس ثوبه ما يطهر بالماء لا لازم يقطع الجزء المتنجس واضح له لا هو إذا قطع خرب الثوب واضح له لا فهو بحين مثلا 20 دينار وتنجسه تهنين تعال انت اقطعها وقوم رقعها صار شغلة هذه هذا ما عندك زحمة هذه هذا كل يوم بشين فوقها رقعة واطلع قدام الناس وفي بابك الهم رقعة زحمة هذا ما عندك فالنبي قال لهم لا بعد إذا تنجس هذا الثوب بعد له لا تفرحون المكان المتنجس خلاص بس طهروا مثلا المرأة الحائض إذا صارت حائض يعتزلون للمرأة ولا يؤكلونها ولا يجالسونها واضح لهم واضح صير مقاطعة يعني فرفع عنهم النبي ذا الحوض صجه يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط هنا اعتزلوا يعني لا ما يجوز الجماع مع المرأة اعتزلوا يعني لا تجامعها مو إن بعد لا تأكلها ولا تقعد إياها ولا تسولف فيها واضح واضح وإن ثبت في بعض الروايات مزاج المرأة أيام العادة الشهرية مزاج حاد شوي يعني على قولتنا معتفس مزاجه فلا تداقلها انت وايد بالحكي وتقعد تسولف حقوه هذا شفتينه وهذا حقوه يبتينه ماكو داعي لهالدقه زايده واضح لو واضح وهذا بعد عسر اكو بعض الناس الله يهديهم يدقق وايد يا المره على الفلس حاسبها صعبه دي هذا ليش طاح وهذا شدي وين كنتين وتقعد يمين صدري هذي ورحتي العرس وشفتين مين ومهر المرأة كم انت مش عليك يا حجي مش عليك هالسوالين رحتين العرس وقعدتين يمين وهذا النفنوف بسم والمرأة حد وين سوالين شلك انت منهم ولا تجسسوا احنا فضولية عندنا وايد ترى فضولية وايد عندنا التدقيق زحمة أنا كخطيب أنا خطيب منبر أنا دائما برا ما أدري في البحرين إلا قليل هولندا برلين لندن الكويت قطر كل برا عندنا رواية من ضيعه الأقرب وتيح الأولى ضيعه النبي في مكة الله جنة المدينة واضح لنا ما إلى بعد نام ربعنا شوية بعد الله يهديهم المهم قريت في هولندا فلاف سنين في الاستردام لما هي بعض الملاهي شمعت روح شيخ انت وش عليك
انت مش حلال. سؤال بايخ ما انا بحلال. يعني شيء هذا كل ما عشق. زين عطوني ما عطيت انت ايش لك بعدك عندنا رواية حلوة دي. ورواية دي هدية بعد. عندنا رواية استعيد حديث هذا في الصميم يعني سبحان الله حني في ذهني. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب. واضح لو انت تعرف حين شايف الانستغرام شباب يموتون كل يوم يومين شاب مات شابة ماتين غريبة ترى السالفة. واضح لو لا شباب يموتون بنات يموتون. تعرف شنو السبب؟ اكو رواية الرواية ها لو الله يحيي الموتى من جديد وتسألهم شنو سبب موتكم لصرح ثلاث أرباع الموتى يعني 75% لصرح ثلاث أرباع الموتى إن سبب موتنا هو من العين. حقيقة بيها عين ما صلت على النبي. وعندنا رواية أنا ما أحكي قصص أنا أحكي روايات وعندي إحصائيات. حديث إن من العينين ما يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. يدخل الرجل القبر يعني موته ويدخل الجمل القدر. الجمل ده جمل يضرب عين يطيح مريض تضطر انت تذبحه وتاكله يعني دخل القدر حتى ينطبخ. واضح فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. انت عندك مليونين دينار في الحساب لا تقول للناس في العالم عندي مليونين دينار. عندك هالقد عقار لا تقول للناس. واضح لا حقيقة حتى انت الخطيب كم مجلس عندك لا تقول للعالم يضربونك عيون حجي. والله حقيقة فمشكلة لا مو هذاك عندنا حديث في الملالي عندنا رواية ستة يعذبون بستة. رواية هذا عن الإمام علي ستة يعذبون يعني يروح نار جهنم بستة. الفقهاء بالحسد والأمراء بالجور في الآخر. الحسن موجود يعني أنا شايف مثل شعبي عدى مثل شعبي ما أدري وابد مثل شعبي أقول لك الحسد 100 جزء 80 منهم في العلماء حشع علماء الصالحين صاحب المجلس على عين وراس 80 منهم في العلماء الحسد 100 جزء 80 منهم في العلماء و20 منهم في العامة. والله العظيم فيا نور عيني اي فهني احنا الحكي ضيعنا الحكي. صلى على محمد وعلى ال محمد. الثانيه بارك الله الثالثه بعد الصلاه اللهم صل على محمد. فالمره لا تدقق يا هوايد وتسأل هاي وين ودوين وكذا وصحيحة. خطيب راح يقرأ تشعد قال الله يوفق بعد شاب عطوك ما هالأسئلة البايخة تركوها. واضح ما الحين إمام مسجد يصلي جماعة كافي إمام مسجد إنه يعني شهادة عدلين كافي إنه يعني هذا عادل وصلي وراه يونس بحشون هذا يقلد مين وتشعد يقلد مين وما بيقلد قول قف قول باشوف أو لينيه وقال لك واحد من الفقهاء عدل بعدين لا يبحوش يقلد مين ويعني إمامة الجماعة لازم تعرف يقلد من لا بس يحسن القراءة وعادل يأتي الواجبات يترك المحرم هذا كافي عدل بعدين بعد يقلد مين ومن يا حزن ومن يا جماعة ومن يا فئة ووصول إخباري وعيد فلان يعيد الثورة وعيد الثورة يعيد فلان جمع شعنك حقوين سواليف ليش هذا طيحان حد ده تهافت ده انحدار ده
حتى الخطيب مو كل خطيب يبونه لإدارة بيت هذا يعيد التطبيق لما يعيد التطبيق تش عليك السؤال أعيد التطبيق ما يعيدش عليك هالأمور ليه والخطيب يشوي الخطيب يقرأ نثار قصيدة آيات روايات مسائل شرعية قصة قول إيش مصيبة عدل لو عدل لا بيسولف عن التطبيق ولا هم يحزنون لا ما ادري فيهم بعضهم ما ادري ما رده تشيك اول تشيك علي ايد فلان الحين ايد لو ما ايد هو مو شغله ده خطيب ده رزقهم عدنا ما لا مولد في بالنا خليق الحسين والسلام عدنا وعنا لا ينبر شغله في مرض احنا ما لنا هذا مرض موجود ولا هم ولا مشتكين منا احنا ولا خاصين منا يعني وين ما تروح كل منطقه ملتهبه لا وده شافوا امام راتب وصلي في مسجد امام راتب وهو له دور في تاسيس المسجد والحسينيه وهو اللي اسس الحسينيه وقام بهالمشروع كله سافر ده الامام الراتب سافر سفره جاي شاف محل واحد يصلي شلون استأذن على الإمام الراتب وكنسلوا على الإمام الراتب أحصاد سقيفة أنت تنتقد السقيفة عندهم حب على التسلط وكذا وأقصوا علي هذه سقيفة صاروا لجنة خمسة ستة صاروا لجنة من كيفهم وتحكموا في المسجد وجيبون الإمام اللي يعجبهم والإمام الراتب خلاص انتهى أمره شلون يا حجي اكو مقاييس اكو موازين عدل لا انت تنتقد السقيفه انت بتاعت فارس 50,000 سقيفه عندك انت على اداره مسجد سقيفه على اداره حسينيه سقيفه على اداره اوقاف سقيفه صح والامام الراتب يقول لهم جماعه اكو اصول ما يصير هذا تتنحونك تقصون عليك هذا صاحب المشروع يا حجي ماكو فايده لا دين لا مذهب لا ورع لا تقوى شو انت بالله تقبل عدل انما يتقبل الله من المتقين عدل هاي التقوى ده انت تقصي الامام الراتب وتجيب مجحين هذا يتقبل الله ها ها جماعتنا هالشكل صلى على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يقول شوف المنبر لا المنبر لازم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أحب الأصدقاء إلي من أهدى إلي عيوبي إحنا لازم نعفي عيوبنا ونصلح أنفسنا عدل ما عليه ولذا هالشكل تخلي القرعة ترعى مشكلة يقول عينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فإذا ما عدنا وراء مشكلة الله ما يتقبل فالنبي إذا امرأة حائض زين ما يواكلونها ولا يجالسونها فرفع عنهم هذا الحكم مثلا اذا واحد اذنب بارك الله فيك رحم الله امرين اذا عمل عملا فاتقنه اي لازم تتقن الشغله ان شاء الله المهم مثلا اذا واحد اذنب ذنب شو يسوون هذا بني اسرائيل يكتب الذنب ماله على الباب يكتب ان اكتب على الباب ان انا مذنب ويعينون لي الكفاره مالته ايش قد هاي صعبه دي الله ستار العيوب هذول ولا احنا من رحمه الله الله ما يكشف لنا الناس والعالم هذول ما الامام الجواد سلام الله عيونه يقول لو تكاشفتم لما تدافنتم فمن رحمة الله عليك
مولاي مولاي كم من قبيح سترته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل الله ستار هم ذولا لا بني إسرائيل ده واحد أذنب يكتب على الباب إن أنا مذنب ويعينون الكفارة مالته هاي صعبة دي فجنبي ألغى الشيء قال لا الله ستار العيوب الله ما يبي يفضح عباده صحيح فمثلا إذا واحد منهم صام يصوم عن الأكل وعن الشرب وعن الكلام هاي صعبة دي يصوم حتى عن الكلام إني هذه الآية فيها إشارة إني نذرت للرحمن صوما فلما قالوا له ها فأشارت إليه ما كلمتهم وضعها هاي دليل إن لما كانوا يصومون يصومون حتى عن الأكل والشرب وعن منو وعن الكلام فرفع ذلك النبي يعني فهذه من ضمن الأمور يضع عنهم عصرهم والأغلال التي كانت عليهم إحنا ما نسوي لنا قيود الحين هذا لما أذنب الشخص زين قال لنا بس تستغفر كافي ها إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم تذكروا استغفر الله أذن الله خلاص بعد تستغفر الله كافي فماكو داعي بعد تضع عليه قيود ها خلاص احنا بعض القوانين عندنا شويه شديده ثقيله تحتاج الى رفع كثير من اسباب الفشل عندنا في حياتنا بعض الامور نقيد انفسنا بها واحنا مو محتاجين لها حتى بعض القوانين الجزائيه تحتاج تعديل لان الدين يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد أن يخفف الله عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج عدل ولا أحين واحد سوى مثلا ذنب معين أو مثلا ارتكب شيء بعد عاقبته بعد ما قد أحد عاقبته هني متى يريدون من الاعتبار لازم تمضي السنة كاملة على العقوبة يا الله يا الله حصلنا الاعتبار واضح لو واضح زين هذا خلال سنة انتهت العقوبة لازم ينتظر سنة زين حصلنا فرصة عمل يبي يشتغل مكان قالوا لازم تجيب لنا شهادة حسن سير وسلوك من البصمات راح البصمات حتى ياخذ حسن سير وسلوك قالوا لازم تجيب لنا رد اعتبار قال لهم ما أقدر أجيب لك لازم تمضي سنة فيضل سنة عاطل واضح لهم واضح حتى هذا مو لطيفة هذا رجل بالأخير سأذنب ذن وبعض الذنوب الحين اجتماع كورانا هذا كورانا إذا واحد خالف القرار الصحية بعد يحكمونه 6 شهور مثلا يعني شفنا سنة فبالأخير هذا مو فد ذنب يخل بالشرف أو العفة أو المال العام خالف قضية صحية مو عم قاعد في بيته سوى لي مجلس مثلا يعني واضح يا ولا تصدق بست شهور سجين زين طلع من السجن هم لازم ينتظر سنة يعني لو عدل فلما احنا نسنها شكل قوانين تقيد حركة الإنسان كرسنا البطالة عدل هذا يبقى فقير محروم إذا ما حصل فرصة عمل زين وين يروح وين يولي ما حد يكفله وعفيف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف على الأمانة فيقعد سنة صعبة كافي يستغفر يا مالها صيروا مثل الله غفار رحيم على الأمانة الحين الله ما يشدد علينا إذا واحد مثلا صار مريض ما يصح من الصوم خلاص اسقط اسقط على الصوم فإن كان مريضا على سرفة عدة من أيام ما قدر يصوم يعطي الكفارة عدلون يعني في مجال يخفف عنه صلاة واجبة مو صلاة عمود الدين الحين صار عنده مرض ما يقدر يقف الله يقول صل من جلوس عدلون دين يسر يا حبيبي ليش انت تعسر فديننا رحمة وأهل البيت هم رحمة رحمة للعالمين
هذا في دعاء شعبانية شو تقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر مستكينة، شو معناته؟ وملجأ العالمين وعصمة المعتصمين. لما تقول غياث المضطر المستكين يعني هذا مصداق للرحمة عدلهم. إجا يوم من الأيام أعرابي فسأل عن الحسين سلام الله عليه، والحسين بعد باب الرحمة فكان الحسين يصلي بأبي وأمي، فأجى الأعرابي عاد أنشد حرك باب الحلقة حلقة الباب وقال: أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم وانطبق، لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. بس هالشعر جاري، ما قال لي بعد عطني ما عطني وكتب لي رسالة، لا لا، بس هو هذا كافي. فالإمام الحسين سلام الله عليه التفت للخادم قال: كم عندنا من مال الحجاز؟ فقال: عندنا 4000 دينار. دينار ذاك اليوم عاد الخروف، القوة الشرائية للدينار خروف، أنا خروف عربي نعيمي، أنا مشتري خروف قبل 120 دينار، أي 120 ضربة في 4000 كم تطلع؟ ها؟ 12000، من 1000 دينار تطلع 12000 في 4 هذه 48000 دينار، صحيح؟ عبد الحجي أنت في الحساب زين؟ الألف دينار وضرب في 120 12000 في 4000 يعني أعطاه 48000 دينار بحريني، صحيح أو صحيح؟ لا أنا غلطان؟ لا مضبوط مضبوط. 1000 12 1120 1120 يطلع 120 1120 يطلع 120000 دينار، الألف دينار تطلع 120000 دينار، صحيح وصحيح. 120000 ضرب 4 يطلع 480000 دينار. حساب مالك ما دقيق. أعطاه 4000 دينار، الدينار العادل ذاك اليوم بالجرام، هذا بالخروف بالجرام عادل 3.5 جرام. الجرام الحين كم؟ 20 دينار، عيار 24 أعطاه ذهب ذاك اليوم عيار 24. فإذا قال أعطاه 4000 دينار، الجرام 3.5 دينار، 3.5 جرام ذهب يعني 70 دينار، 70 دينار ما يعادل كل دينار 70 دينار، 70 ضرب 4000 280000 دينار، يعني يشتري له مثلا فيلا سيارة عند راس مال أغنى، يعطي عطاء يغني الطرف الآخر، واضح ولا لا؟ يعني هذا يقوم يخمس ويزكي من جديد، واضح ولا لا؟ بعضهم عطاهم وايد صعب شوي، مع ان الذك ما يوجهوك وتكتب رسائل ويعطيك مبلغ بسيط ويقول احنا من ممالين لاهل البيت واحنا نتبع اهل البيت، بابا لازم لهم لاحق مو حش لسان. شو تقول انت؟ شو تقول بالدعاء؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، الفلكون جاريه في الدججين غامره، يامن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مالك والمتاخر عنهم زاهد، شنو؟ واللازم لهم لاحق. لازم شنو؟ بالحجي لو بالاتباع، بالاتباع صحيح، هو داحين بس نحجي مع الاتباع صحيح.
فأعطاه 4000 دينار. وشلون أعطاها إياه؟ شوف آداب العطاء، يحافظ على ما وجه السائل. لما يجي واحد دامين وإنسان والله عنده سؤال، أقول اكتب حاجتك على الأرض، فإني لا أحب أن أرى عليك ذلة السائل، وأرى في نفسي عزة المسؤول. شوف آداب كل العطاء. والله فلفها الأرض في البردين وأعطاه إياه من خلال الباب، يعني ما الإمام ما راى وجهه ليه، لا من وراء الباب أعطاه إياه وأخذها وقال لي خذها فإني إليك معتذر وأعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة حصن كانت سمانة عليك مندفقة. يعني شنو؟ لو كان في سيرنا الغداة حصن، يعني الحكومة بيدنا ومقاليد السلطة بيدنا، كانت عليك سمانة مندفقة. بعد أعطيك أكثر، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. فبكى الأعرابي بكيف يأكل. يقول بكى بعد الإمام سأله ليش تبكي، يعني هل استقلت ما أعطيناك؟ قال لا سيدي، ولكن أبكي كيف يأكل التراب جودة. أنت إذا رحت من هنا، إذا أنت رحت من يكفل اليتامى والمساكين؟ وفعلا ما خلوا الحسين، قتلوه بأبي وأمي، شردوا من وطن إلى وطن في غربة، اشتروا عليه من كل حد من الرسول يوم عاشوراء، هذا يضربه بالسيف، هذا يطعنه بالرمح، إلى أين أثلته الجراحات بأبي وأمي. وقع على الآيات وهو يعاني سكرات الموت، يشخب دما عطبيطا، جاءت له زينب أبي وأمي، رأته بتلك الحالة الشيب خضير والخد تليل والعيون غائرات، يا الله والشفاه بابنا. قالت أنت أخي الحسين، أنت ابن والدي، أنت نور عيني، أنت حمانا، أنت رجانا. وكلمها الحسين ما استطاع أن يكلمها لأن أخذه نصف الدم من كل حدب وصوب. فقالت له بحق جدي رسول الله إلا ما كلمتني يا نور عيني. ما كلمها الحسين. قالت له بحق أبي أمير المؤمنين إلا ما كلمتني يا نور عيني. ما كلم الحسين. فلما قالت بحقهم من أفواتهم إلا ما كلمتني يا نور عيني، حسين بعد ما تمالك نفسه اسم فاطمة وايد يأثر عليه. قال لا أخي، لقد كسرتي قلبي وزدتيني كربا فوق قلبي، أنا بروحي مكروب ولك مصيبة، وتذكريني بعد اسم فاطمة. فكأنما تذكر كسر طلع فاطمة لطمخت فاطمة، لهذا قال لي زدتيني كربا فوق قلبي. بالله عليك إلا ما سكنتي وسكنتي وذهبتي وحفظتي لعيالي وأطفالي. تقول لي بعد أهل ونرى حشنا أنا نرى وتبدا بالشمس يا حسين مطرور، ما تسمع خواتك يمك تنور وأطفالك تصارخ بين يديك وحدك صيح عما وين عمي، وحدك صيح فاردني ابن امي. الله يهيج لاعتي ويزيد همي، عليك من يدير العين لي
الاجواء لكن لما انتظم البيان فريق انسان عينه حسين وخيله املي واخذ جمالي مموتة مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود يا الله إلهي بحق محمد وآل محمد فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا سهل مطالبنا يسر امورنا اشف مرضانا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم اعطنا السعة في الرزق والأمن في الوطن والقوة في البدن والصحة في الجسم والسلامة في الدين وقرة العين في الأهل والمال والمال وإلى أرواح موت المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثوابا فاتحا قبلها صلوات